سلمى، لنتعرف على أهمية تعليم البرمجة للأطفال وأمكانية تحقيق ذلك، بنرحب معنا بالاستديو غدير يوسف شعبان، أخصائي نظم الكترونية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش عن أهمية تعلم الطفل اليوم للبرمجة. تمام. هلا أول شيء بحب أشكركم على التقرير اللي شفناه من شوي، لأنه بالفعل معبر بيدخل بالصميم. هلا بما أنه نحن بدنا نحكي عن أهمية تعليم البرمجة للطفل، رح نحكي عن سبب مباشر تعليمي. هلا حاليا اي معلومه بياخذها الطفل بالمدرسه بالابتدائي قادر انه هو يفهمها اكثر باستخدام ادوات برمجيه هو بينشأ بايده. هلا انا حاب اضرب مثال عن هذا الشيء. بذكر انا على ايام، يعني ايام كان المنهاج القديم، ما بعرف اذا حاليا موجوده، بالصف السادس كان في الربح المرتب والربح البسيط تبع البنوك. هلا هون كان الطالب ممكن صف سادس، يعني هذا الموضوع كثير متقدم عليه بجوز، بس هو كان يحفظ قوانين مثلا ويحاول يفهمها ويطبق عليه شوي. حاليا صار ممكن الطالب انه يعمل برنامج يعرف فيه بارامترات ويعرف فيه متحولات بتعبر عن البنك، بتعبر عن الربح المركب، بتعبر عن الربح البسيط. لما هو بعدين بيشوف النتيجه بصير بيدخل مثلا انه في وادع، يعني شخص حط وديعه بالبنك مثلا، كتب برنامج انه يحسب له قديش ربح هذا الشخص او قديش ربح البنك. بهالحاله هي صار ممكن بعدين يعدل بهالبارامترات هي لحتى يشوف شو هي النسبه اللي بتخلي البنك يربح اكثر. بصير هو بعدين يفكر انه والله هيك ربح اكثر، بصير بيحاول يغير. هلا هون رح يصير عنده فضول علمي اكثر أن يدور على طرق جديدة يستخدمها مثلا لربح البنك. أنا ضربت مثال واحد، ممكن أي شيء حرفيا يتعلمه بالمدرسة يطبقه برمجيا، ممكن أي، ممكن فيزياء مثلا، ممكن ظاهرة من ظواهر الطبيعة يحاول ينمزجها بمعادلات عن طريق برنامج هو كاتبه بإيده. فهو رح يفهم كل شيء عم يصير وبشوف الخرج تبعه، وهذا الشيء رح يشجعه أنه يحب مو بس البرمجه، الماده اللي عم يتعلمها عن طريق البرمجه. وهي نقطه كثير مهمه، لانه بيقول لك في كثير من الاهالي عندنا اولاد اذكياء من الطفوله، في عندهم هوس بالبرمجيات والالكترونيات، بتحس هوس التكنولوجيا يعني عند كل طفل. فهون فيني انا استثمر هاي الطاقه اللي عند الطفل الكبيره. تمام. تعليميا. طب خلينا نحكي كيف ممكن نعلم طفل عمره 8 سنين البرمجه، وكيف الاهل بيلعبوا دور ايجابي؟ يعني انا بدل ما اخلي الولد ماسك اللابتوب مدار 12 ساعه، يعني اربع ساعات خمس ساعات اللي هي، خليني لا نبلش معه مثلا 8 سنين، بتلاقي هون مداركه وافكاره بتكون فعلا اكبر، ونوعا ما في يستثمروا تعليميا اكثر. تمام. هلا هذا الشيء ممكن يستغربوه بعض الاهالي، وانه انا كيف بدي اعلم ابني عمره 8 سنين برمجه؟ يعني في عالم مثلا بيكون ممكن يكون كبار صعب عليهم التعلم. بس انا وجهه نظر كثار تعلم برمجة مثل تعلم الموسيقى. صحيح. تعلم الموسيقى مثلا انه احيانا الواحد عمره 20 سنه صعب كثير يتعلم آلة موسيقية، بس الولد الطفل الصغير بيقدر يتعلم آلة موسيقية. المفروض البرمجة هي نفس الشيء حرفيا، نفس نفس اللغة، اللغات الأجنبية، اللغة الإنجليزية مثلا. احيانا اساسا حتى مسابقات الريبورت اللي بتكون بسوريا او بالعالم عم تكون لمختلف الاعمار، ففي الواحد من يستثمر هيدا سنوات. تمام. مثل اللغة الأجنبية ممكن ممكن طفل عمره 3 سنوات 4 سنوات بيحكي لغة أجنبية بطلاقة. لغات البرمجة نفس الشيء المفروض تكون. طيب خلينا نحكي اليوم، قلنا ببداية حديثنا انه عالم البرمجة اصبح مهم للطفل. ممكن الطفل بسنة صغيرة مثل ما عم يتعلم القراءة والكتابة يتعلم البرمجة. تمام. شو هي الوسيلة لحتى اخلي هذا التعلم سهل، وفيني اقول طبعا الاهل يكون كمان سهل عليهم انه يدخلوا بهي العملية؟ تمام. هلا ممكن يبلشوا الاهل مع الطفل، هي مسألة تربوية بحتة وصعبة شوي، بس ممكن الاهل يوجهوا الطفل انه يعمل برنامج صغير. هلا ممكن مثلا بعمر 3 سنوات واحد يبلش بشغلات مو برمجيه بس حاسوبيه، مثل برنامج الرسام مثلا. ساعتها بيتعلم انه هو يرسم على الرسام، بيتعلم انه يحفظ ملف بمجلد هو بيعرف وينه، هو تعلم هون مهارات حاسوبيه وليس برمجيه. هلا هذا الشيء ممكن مع الوقت عم ياسس نوعا ما، عم ياسس انه هو عم يحب الحاسوب. هلا لما بصير بعمر 8 سنوات انه في ادوات مهم، في ادوات بتناسب عمر 8 سنوات اللي هي مثل سكراتش. سكراتش هي اداه هي صورية وليست كتابة كود برمجي. يعني بيجيب مثلا عبارة عن بلوكات بتعمل عمل معين، مثلا مثال بسيط، يعني انه هي بلوكات بتجمع عددين، بلوكات بتعمل حلقة تكرارية لحتى تجمع عدد اعداد. مثلا بلوكات بتعمل متوسط حسابي لمجموعة اعداد. هي كلياتها نحن بناخذها ابتدائي بس ما مطبقة بايدنا. لهيك يعني في ادوات مناسبة جدا للعمر 8 سنوات، والاهالي يعني بنحكي على دور الاهل. هو في مرة شفت هيك، يعني هي صورة معبرة كثير، انه والدي بحديقه ماسكه كتاب وعم تقرا من الكتاب، وابنها عم يقرا كتاب نفس الوقت. في بمقعد ثاني وحده ماسكه موبايل والولد ماسك عم يستخدمه لطريقه للتسليه، ابنها كمان عم يستخدم موبايل للتسليه. فسالتها انه انت كيف خليتي ابنك يتعلم القراءه؟ السبب واضح، انه الاهل هن القدوه للولد. صحيح. تمام. اكيد. خلينا لكن كيف فينا نبلش معه للطفل
مثل ما قلت يمكن هذا خير مثال فرضته هلا، انا بلش معه شوي شوي من خلال استثمار فعلا مهاراته وقدراته العقليه من خلال البرمجه، لانه فعلا نحن من خلال اخر 10 سنوات اذا بدنا نحكي عن المدارس والجامعات عم يكون في توجه كثير كبير، وعم يكون في استثمارات لشباب يعني عم نتفاجئ فيهم، وحتى يمكن سلمى بصباحنا غير استضفنا كثير من الاعمار الصغيره ومشاركين بمسابقات عالميه بتتفاجئ بهي المواهب. صحيح، احيانا ممكن لانه ولد صغير اللي بيتعلم برمجه المفروض يكون مثل اللي بلش بيتعلم برمجه بعمر 20 سنه، فممكن هو عن جد يعمل شغلات غريبه شوي. هلا ممكن مثلا فينا نقول انه شيء عملي واقعي يشوفه فورا الطفل. طيب بما انه ذكرنا نحن طفل عمره 8 سنوات، من 8 سنوات شو هي الادوات الاكثر يعني تمام فائده ممكن استثمرها؟ تمام، هلا مثل ما حكينا السكراتش، بس ممكن كتطبيق عملي له، ممكن مثلا نفترض هو حسب كمان بيئه الطفل، ممكن مثلا نفترض انه احد والديه هو مدرس بالمدرسه مثلا. فالاب هذا او الام بحاجه لتعمل محصله علامات، يعني هي بعرف انه والدتي مدرسه لانه بدها تعمل محصله علامات، مثلا عندها علامه مذاكره على امتحان، علامه شفهي، فممكن هو يعمل لها برنامج بسيط يدخل لها علامات هالطلاب هذول، هو عمره 3 سنوات 4 سنوات باستخدام سكراتش يدخل هالعلامات، هي بعدين بيطلع المحصله بدون ما يحسب على الاله الحاسبه او يخربط ويرجع بعيد، لانه في حال صار في خطا مثلا بادخال معطى انت يعني راح يكون تعديله كثير بسيط وسهل، اما باستخدام الاله الحاسبه ممكن الواحد يضطر يعيد كل شيء. العمليه الحسابيه كامله. تمام. فلما بشوف الطفل انه هو ساعد والدته او والده بهي العمليه هي، يعني والده مثلا انبسط وريحه وساعد فيها بتلاقيه سعيد. رح تلاقيه سعيد كثير، ممكن مثال ثاني ممكن مثلا يكون والده مثلا صيدلاني، يعني احنا عم نحكي اكثر من مثال حتى نثبت انه هي بالفعل داخله، اذا مو بكل مجالات الحياه فهي معظمها، ممكن يكون صيدلاني الاب وبده برنامج بسيط بيشوف له شو الادويه الموجوده بالصيدليه. ممكن كمان مثلا الاب اذا صيدلته كبيره مثلا احيانا ممكن يسم وين مكان الدواء، ممكن يكون برنامج مثلا متقدم اكثر بشوي فيه معالجه صوريه مع انه طفل بيشرح له وين هالدواء هذا موجود وين انت حاطه، لانه الاب بالاساس او الصيدلاني يعني لما دخل هالدواء هذا قال انه هو موجود بالمكان هذا، فلما بيرجع بيستدعيه مره ثانيه رح يقول له موجود بالمكان هذا، هذا كله الطفل قادر يعمله بعمر الصف الثالث او الصف الرابع. طيب خلينا نحكي اليوم عن، حكيت عن المجالات اللي ممكن نستخدم فيها عالم البرمجه، شو المجالات اللي ممكن تفتح قدام الطفل ايضا لتعلم البرمجه؟ تمام، بالفعل سؤالك حلو كثير، لانه احنا حكينا بس عن الشيء بالمرحله التعلم مرحله الابتدائي، هلا بالمراحل المتقدمه يعني لنفترض بالمرحله الجامعيه او ما بعد، حاليا الشركات الكبيره عالميا ولا صغيره عم تطلب عالم عنده خبره بالبرمجه، ما عاد عم يطلبوا شهادات، يعني ممكن حتى في شركات عملاقه هلا ومعروفين يعني مو شيء مو معروف مبلشين فيها بعمر 20 سنه، صاحب الشركه بيكون عامله هو عمره 20 سنه، وهذا الشيء يعني في دول كثير رائده بهالمجال، حتى في من الدول الناميه رائده بهالمجال مثل مصر، عم يكون واحد عمره 20 سنه عم ياسس شركه مو عم يتوظف بشركه. ويمكن ضربت مثال انه فعلا في بتتفاجئ باعمار 20 سنه بيكون هو مدير شركه مؤسس نظام، وهذا اللي عم نشوفه اليوم لانه غزل التكنولوجيا لكل تفاصيل حياتنا، ففي جزء كثير منا عملي مهم لازم نضوي عليه ايجابيا، منا المسابقات البرمجيه نوعا ما اللي عم نتفاجئ مثل ما قلنا من شوي بالمواهب والقدرات العقليه اللي بنقدر فعلا نستثمرها للشباب السوري اليوم. تمام، هلا انا بعتبر انه بلدنا سوريا هو من البلدان الرائده بمجال المسابقات. بتبدا من عمر 8 سنوات لعمر 23 سنه. وحتى حاليا عم يتم تحضير لشيء اكثر، هلا مين اللي حاليا ماسك الراي وبقوه وانا كثير بفتخر اني بشتغل معهم هنن هيئه التمييز والابداع. وفي جامعه الافتراضيه السوريه. جامعه افتراضيه السوريه بالتعاون مع هيئه التمييز والابداع عملوا مسابقه اسمها الماراثون البرمجي للاطفال اي كي بي ام، بتبلش بعمر 8 سنوات مسابقه لعمر ال 15 سنه. قسمنا لفئتين من ال 15 عفوا من ال 8 ل 12 عباره عن سكراتش، من 12 لل 15 سي بلس بلس. هلا غير الكي بي ام في هيئه التمييز والابداع اللي بجهه الاولمبياد العلمي السوري عاملين مسابقه الاولمبياد العلمي السوري المعلوماتيه بعمر من ال 15 ل 18. هلا ما بعد ال 18 في كمان مسابقه برمجيه جامعيه من 18 ل 23. هي المسابقات كلها موجوده بسوريا وبيتم رعايتها بشكل كثير كبير. هلا نحن هون عم نحكي على برمجه بحته، خوارزميات وسي بلس بلس وسكراتش. هلا في مسابقات تم البدء فيها من العام الماضي بسوريا مثل النمذجه الرياضيه، يعني عم يستخدموا شيء برمجه بس بعيدا عن سي بلس بلس، بيستخدموا مثلا ماتلاب، بيستخدموا نمذجه سيستم فيزيائي او رياضي بمعادلات بيتم التحكم فيها. هلا كمان هيئه التمييز والابداع يعني مشكوره جدا، يعني
عم يحضروا لشيء اكثر من هيك بكثير. صحيح. وان شاء الله يعني بالايام الجايه يعني رح يبين شيء جديد. أكيد. عم تحضروا هيئه مجلس الابداع للمسابقات للاطفال من 8 سنوات ل 23 سنه. اكيد. يعني معلومات مهمه اعطتنا اياها اليوم عن عالم البرمجه وكيف ممكن يدخل بحياتنا. بدنا نتشكر وجودك معنا. شكرا كثير لكم. نتشكر وجودك معنا. ومثل ما قلت مسابقات عم نتفاجئ فيها مو فقط باعمار صغيره، ومشاركه مو فقط في سوريا، مشاركه عالميه، مشاركه شكراً دوليه. شكرا كثير لك. تمام، شكرا لكم.